الجزر ناصر لوادي أبو الغاب للذهاب إلى حلب للمشاركة في معركة تحرير مدرسة الشرطة في خان العسد. وهذه عربة البي ام بي التابعة للواء ذئاب الغاب، هي الآن في طريقها إلى حلب. ولله الحمد. عربة البي ام بي التابعة للواء ذئاب الغاب في طريقها إلى حلب للمشاركة في معركة تحرير مدرسة الشرطة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويشفي صدور قوم مؤمنين.